السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، من خلاله سأشارك معكم آخر أخبار محترفين وآخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري وآخر أخبار إصابة يوسف البلايلي مع المنتخب الوطني الجزائري، وأيضا ترتيب الفيفا الجديد الخاص بالمنتخب الوطني الجزائري والذي سيصعد رسميا يعني إلى مراتب عليا في ترتيب الفيفا ويتقدم ذلك بشكل رسمي. وأيضا سأشارك معكم أخبار عن منتخب بوركينا فاسو الذي تلقى صفعات تلو الاخرى بعد يعني تصريحاتهم المستفزه. كل مره راهم يتلقاو صفعات اعزائي الكرام وصدمات تلو الاخرى بطبيعه الحال. راح نشارك معكم جميع التفاصيل ان شاء الله في هذا الفيديو. اذا هذا ما سنتعرف عليه، فاذا كنتم تشاهدون للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناه مستقبلا. اولا، المنتخب الوطني الجزائري ليله امس برمج حصه تدريبيه بطبيعه الحال، وكانت هنالك تدريبات يعني مكثفه من اجل التحضير الجيد امام منتخب بوركينا فاسو. هذه المباراة أعزائي الكرام الفاصلة إلى الدور الفاصل، فالمنتخب الوطني الجزائري هو اللي عنده نسبة النجاح أقوى ونسبة الفوز أقوى على منتخب بوركينا فاسو، فنتمنى لهم كل التوفيق. واليوم نفس الشيء سيعمل الكوتش جمال ماضي على برمجة حصة تدريبية في ملعب مصطفى تشاكر على الساعة 5. المنتخب الوطني الجزائري سيتدرب في الملعب الذي سيحتضن مباراة الجزائر ومباراة منتخب بوركينا فاسو، وهذه المباراة الأخيرة من الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة مونديال قطر سنة 2022. فنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري من أجل أن يسحق منتخب بوركينا فاسو الذي استفزنا بالعديد من التصريحات مؤخرا. أما الآن نشارك معكم أعزائي الكرام يعني ترتيب المنتخب الوطني الجديد. يعني رسميا بعد فوز المنتخب الوطني الجزائري أمام جيبوتي راح نصعد مباشرة في ترتيب الفيفا. وطبعا ترتيب الفيفا عنده معايير كثيرة من أجل أن نعرف واش المنتخب الوطني الجزائري راح يتقدم أم راح يخسر. المنتخب الوطني الجزائري لعب أمام منتخب جيبوتي، وحنا كي لعبوا مع منتخب جيبوتي واللي عنده يعني نقاط قليلة جدا يعني ما راحش نربحوا نقاط كثيرة، فكان من الممكن أننا راح نبقاو جامدين في مكاننا في ترتيب الفيفا أي مرتبة 30. ولكن هنالك منتخبات أخرى متفوقة علينا سقطت في ترتيب الفيفا ومنحتنا نحن الأفضلية به نصعدوا في ترتيب الفيفا، لأنه هكذا يعمل يعني ترتيب الفيفا بطبيعة الحال للموقع الرسمي الخاص بهم. إذا خسروا منتخبات يعني أكثر منا وفوقنا يعني في ترتيب الفيفا وأنت فزت في المباراة وتحصلت على نقاط نوعا ما ليست بكثيرة ولكن نقاط يعني نوعا ما جيدة، يعني ذلك المنتخب اللي راح يسقط يعطيك المرتبة نتاعو وانت تزيد تطلع. والمنتخب الوطني الجزائري رسميا صعد في ترتيب الفيفا، لانه بعدما ان سقط المنتخب التونسي في فخ غينيا الاستوائية وخسر امامها بطبيعة الحال، يعني هذا المنتخب حسب يعني المواقع التي تعطينا ترتيب الفيفا سقط اربع مرتبات اعزائي الكرام. والمنتخب الوطني الجزائري تقدم مرتبة واحدة كما تشاهدون في الشاشة الظاهرة امامكم، لكي يصبح لنا المنتخب السنغالي الاول افريقيا، المغرب الثاني افريقيا، والمنتخب الوطني الجزائري الثالث افريقيا. حتى المغرب صعد مرتبه واحده، اما بالنسبه للمنتخب التونسي هبط الى المرتبه الرابعه، اما بالنسبه للمنتخب نيجيريا في المرتبه الخامسه في الترتيب القاري بطبيعه الحال. فما رايكم اعزائي الكرام؟ واش كنتوا تتوقعوا بلي ان المنتخب الوطني الجزائري راح يصعد في ترتيب الفيفا ام العكس؟ اكتبوا لنا رايكم في صندوق التعليقات. والمركز الثالث يعني افريقيا نوعا ما جيد، ولكن مستقبلا راح نصبح الاول في ترتيب الفيفا ان شاء الله اذا عملنا يعني مباريات جيدة في كأس أفريقيا بالكاميرون سنة 2022. أما الآن أعزائي الكرام ننتقل للخبر الموالي والذي يتعلق بمنتخب بوركينا فاسو. شحال من فيديو يعني شاركته معكم أعزائي الكرام وقلت لكم بلي أن منتخب بوركينا فاسو يتلقى صفعة جديدة، منتخب بوركينا فاسو يتلقى صفعة جديدة وخبر صادم وإلى آخره. وصراحة كل مرة منتخب بوركينا فاسو يتلقى صفعة مؤلمة جدا، يا إما من داعي الإصابات يا إما يعني بسبب اللاعبين ما راحش يقدموا مستويات كبيرة، أو أيضا حتى بسبب يعني تراكم البطاقات الصفراء. ورسميا المنتخب البوركينابي خسر لاعبا جديدا، وأصبح مجموع اللاعبين الذين خسرهم حاليا هو 7 لاعبين. تخيل عزيزي الكريم 7 لاعبين غائبين من قائمة المنتخب البوركينابي ومحرومين به ما يلعبوش أمام المنتخب الوطني الجزائري، وراح يدخلوا على المنتخب الوطني الجزائري في ملعب مصطفى تشاكر وتحت 14 ألف مشجع في المدرجات الجزائرية
يعني بالتشكيلة الثانية. فأنا أتوقع بأن المنتخب الجزائري سيسحق منتخب بوركينا فاسو بنتيجة عارضة، ونتمنى هذا الشيء لأنه استفزونا والله أعزائي الكرام، استفزونا في العديد من المرات، فماذا بنا نرد عليهم فوق أرضية الميدان. إحنا ما نتكلموش في الإعلام، إحنا نتكلموا فوق أرضية الميدان. على العموم اللاعبين السبعة المصابين واللي ما راحش يلعبوا أمام المنتخب الوطني الجزائري، عندنا كل من أعزائي الكرام الحارس هيرفي كوفي، هذا اللاعب تعرض لإصابة مؤخرا وتم استبعاده من قائمة منتخب بوركينا فاسو. وطبعا أعزائي الكرام هذا الحارس يعتبر الحارس الأول لمنتخب بوركينا فاسو، أي بطبيعة الحال راح يلعبون بالحارس الثاني أمام المنتخب الجزائري. لاسينا تراوري وبرتران تراوري هذين اللاعبين تم تعرضهما للإصابة وما كانوش أصلا في قائمة المنتخب البوركينابي. فعدنا الهجوم يعني القوي راه مصاب، الهجوم المنتخب البوركينابي القوي كله راه مصاب، وأيضا عندهم حتى عبدول تبصوبة تعرض للإصابة، وعندهم أيضا ياكوبا سونيه هذا اللاعب أيضا تعرض إلى إصابة، وبوتوي كوامي هذا اللاعب أيضا تعرض للإصابة، ومحمد كوناتي رأس حربة منتخب بوركينا فاسو تعرض لبطاقة صفراء جديدة. قلت لكم باللي في الفيديوهات السابقة هنالك 9 لاعبين مهددين به ما يلعبوش أمام المنتخب الوطني الجزائري في حال تحصلوا على بطاقات صفراء جديدة، وهذا اللاعب تعرض لبطاقة صفراء جديدة أمام منتخب النيجر، فلهذا رسميا ما راحش يلعب أمام المنتخب الوطني الجزائري، وهذا يعتبر رأس حربة منتخب بوركينا فاسو. فحاليا منتخب بوركينا فاسو في يعني وضعية لا يحسد عليها صراحة، وأيضا يعني راهم مستنيين خسارة كبيرة أمام المنتخب الوطني الجزائري والإقصاء مباشرة باه ما يصعدوش إلى مونديال قطر سنة 2022. طبعا كان هذا هو الخبر عن منتخب بوركينا فاسو، فانتم قولوا لنا رايكم في صندوق التعليقات. وننتقل الان الى الخبر اخر ولكن عن نفس المنتخب، منتخب بوركينا فاسو، واشارك معكم موعد وصول بعثه منتخب بوركينا فاسو، حيث الاتحاد البوركينابي لكره القدم اتصل رسميا بالاتحاد الجزائري لكره القدم واخبره بانه يعني سياتي يوم الاثنين 15 نوفمبر على الساعه 10 بتوقيت الجزائر يعني الى الاراضي الجزائريه مع وفد فيه 80 شخص من اجل التحضير ولعب هذه المباراه. وسيكون يكتفي منتخب بوركينا فاسو الذي اتصل بالمنتخب الوطني الجزائري والاتحاد الجزائري ب يعني كما نقول حصه تدريبيه واحده فقط امسيه يوم الاثنين من اجل التحضير لمباراه المنتخب الوطني الجزائري، وحاليا هم ما زالوا في الاراضي المغربيه من اجل التدريبات المكثفه. بهكي يجوا للمنتخب الوطني الجزائري يعني يبقى لهم فقط حصه واحده، ومن بعدها غدا سيتم لعب هذه المباراه على الساعه 5 بتوقيت الجزائر، فتمنيت كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. اما الان شارك معكم اعزائي الكرام اخبار يعني تطورات اصابه يوسف بلايلي. حسب التقارير اكدت لنا باللي انه يعني يوسف بلايلي تدرب بشكل منفرد تحت اشراف الاطباء ومدربي الاحماء بهدف تجهيزه للمشاركه في مباراه مصطفى شاكر، هذا اللاعب الذي تعرض لاصابه نوعا ما كانت يعني عملت شكوك في الفتره الاخيره. هذا اللاعب عاد يعني عاد للتدريبات ولكن التدريبات وليس بشكل جماعي بل بشكل فردي، فنتمنوا له الشفاء العاجل ونتمنوا له انه يكون حاضر في مباراه يعني بوركينا فاسو، لان هذا اللاعب عندنا ثقه فيه كبيره، وايضا يعني هو من يقوم بجميع العمليات بالنسبة لي، دائما تحركته جيدة في مناصب جيدة وفي وضعيات جيدة، مراوغته جيدة، وتمريراته أيضا أحسن بكثير من جميع اللاعبين الآخرين، فأتمنى له كل التوفيق. أما الآن أختم لكم هذا الفيديو بالحدث العالمي الذي صنعه نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز بعد مباراة جيبوتي، حيث كما تشاهدون كان هنالك اجتماع كبير من لاعبي جيبوتي لكي يلتقطوا سيلفي مع نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز. كما تشاهدون اي اس بي ان هذه الجريدة قالت باللي انه لاعبي منتخب جيبوتي لم يعني يصمدوا امام نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز لكي يلتقطوا معه صورا. وطبعا عندنا جول العربي ايضا شاركت معنا لقطة فيها لاعبي منتخب جيبوتي يلتقطوا صورا مع رياض محرز. سبورت 360 هي ايضا محاوله التقاط سيلفي مع محرز، لاعب جيبوتي مع محرز بعد المباراه، وايضا انسايدر سيتي نفس الشيء، وايضا مان سيتي اكتيفيتي نفس الشيء، وايضا عندنا العديد من المقالات كتبت حول حاله على هذه اللقطه. فكان هذا فيديو اليوم، اتمنى من صميم قلبي ان هذا الفيديو قد نال اعجابكم، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.